أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن القطاع الطبي في مملكة البحرين يشهد نموا متصاعدا في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين. جاء ذلك بمناسبة افتتاح معاليه المؤتمر البحريني الأول للطب النفسي بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة والشيخ هشام بن عبد العزيز الخليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية والدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية. 28 متحدثاً ومتخصصا في مجال الصحة النفسية يطرحون على مدار يومين أوراقا علمية وبحوثا متقدمة في مجال الصحة النفسية، بالإضافة إلى آخر ما توصل إليه العلم الحديث في هذا المجال. المؤتمر النفسي يعقد لأول مرة، دائما المؤتمرات عبارة عن يعني تعليم وتدريب حق الأطباء وتذكير بالنساء، وبعدين دائما الخبرة من الناس والخبرة اللي هم طبعا الأطباء السينيورز القادمين، طريقة توصيلهم لها المعلومات للناس بشكل أكثر وللمختصين هي طور هالمؤتمرات. المؤتمر فرصة إن بحث الأشياء الجديدة، بحث الأشياء المتقدمة وطرحها حق المجموع كله حتى الكل يستفيد منها والكل يعني يصير عنده فكرة عن الموضوع يروح بعد يبحث فيه ويقرأ فيه. طبعا المؤتمر للطب النفسي شامل ومتنوع وفي جميع المواضيع اللي فيها آخر المستجدات في علاج الأمراض النفسية والصحة الذهنية، يتطرق إلى جميع الفئات العمرية، الأطفال، الشباب، الناشئة، البالغين، كبار السن. مؤتمر للطب النفسي شامل ومتنوع وفي جميع المواضيع اللي فيها آخر المستجدات في علاج الأمراض النفسية والصحة الذهنية، يتطرق إلى جميع الفئات العمرية. نخبة من المشاركين من داخل البحرين وخارجها يقدمون أوراق عمل متنوعة ومتخصصة في الوقت ذاته تستعرض آخر ما توصل إليه العلم في علاج الأمراض النفسية المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في هذا المجال. المؤتمر راح يتطرق إلى أكثر من 25 ورقة علمية مختلفة في جميع تخصصات الطب النفسي، من البالغين إلى الأطفال إلى كبار السن إلى الفئات الخاصة. راح يكون أيضا عندنا ورش عمل تخصصية، ورشة عمل خاصة بالتقييمات المتخصصة، ورشة عمل متخصصة بالتقييمات لها علاقة بالأطفال والطفولة، وأخيرا ورشة عمل الإسعافات الأولية النفسية في حالات الطوارئ والكوارث. الطب النفسي يتداخل مع كثير من التخصصات الأخرى، باطنية وغيرها. أنا مثلا كمختص في طب النوم، مشاركتي هذه المرة هي عن علاقة طب النوم بالأمراض النفسية والمظاهر النفسية لمشاكل النوم العضوية وغير العضوية، حيث أن كثير من الأمراض العضوية المتعلقة بالنوم مثل مشاكل التنفس أثناء النوم والاختناق الليلي والشخير لها مظاهر نفسية كثيرة، وقد تظهر للطبيب المعالج بمظاهر نفسية. مؤتمر مهم جدا للقاء بين التخصصات المختلفة، سواء أطباء سواء نيرسز أو حكيمات أو أخصائيين اجتماعيين، لتبادل الخبرات أولا، ونحن نشوف إيه الحاجات الجديدة اللي جدت في العلم بالنسبة للمجالات المختلفة. المتخصصون في مجال الصحة النفسية أجمعوا على أن هذا المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات في هذا المجال والعمل على إيجاد صيغ مشتركة عالمية لتطويره ونشر مفاهيمه الصحية في المجتمع. خلال هذا المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين، سيركز المتحدثون من خلال ورش العمل على الأبحاث الجديدة في مجال الصحة النفسية ودقة التشخيص لمعالجتها من خلال طرح العديد من البحوث والأوراق العلمية في هذا المجال. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.